أحبابنا أصحابنا عشاق النحل ومحبي العسل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم يتمحور حول العسل، حول جني العسل، وخاصة حول العسل الغير مختوم الذي كثرت حوله التساؤلات، هل يجنى العسل الغير مختوم أم لا؟ وإذا لم نجني العسل الغير مختوم وبدأ النحل في تناوله ماذا نفعل؟ هذه كل تساؤلات يطرحها المتابع الكريم. أولا سنشرح توقيت وزمن جني العسل. العسل المختوم إخوتي الكرام لا زمن ولا توقيت لجنيه، يعني العسل إذا كان مختوم فهو حاضر وناضج، ممكن يتم جنيه في كل الفصول وفي كل الأوقات، حتى في عز الشتاء، حتى في الثلوج ممكن جني العسل المختوم. إذا كان عندك عسل مختوم زائد على المؤونة، زائد على مؤونة النحل يعني، وأنت في فصل الشتاء ممكن جني هذا العسل. نقطة، قف، انتهى، وضحنا أمور العسل المختوم. الآن إخوتي الكرام نأتي إلى موضوع العسل الغير مختوم، فممنوع، نعم ممنوع جني العسل الغير مختوم في الربيع أو في الشتاء. في التوقيت الشتوي أو الربيعي لا يجنى العسل الغير مختوم، يجنى فقط العسل المختوم لا غير. إذا كان العسل مختوم في الربيع هذا العسل المختوم يجنى، أما إذا كان غير مختوم فممنوع جنيه. أما إذا وصلنا إلى وقت انتهاء المرعى تماما وركود النحل أو سباته في الخلايا، وتقريبا يكون ذلك الوقت مع منتصف الشهر الثاني من الصيف، يعني في حدود 15 جويلية كما يقول أجدادنا مع حصاد أو بعد حصاد القمح، يعني الشهر القادم وجويلية مع منتصف الشهر القادم. بالنسبة للعسل المختوم يجنى وشرحنا ذلك. أما العسل الغير مختوم يؤخذ الإطار وينفض وينطر عدة نطرات باليد فوق غطاء الخلية، الغطاء اللوحي يعني، فإذا تساقطت قطرات عسل من الإطار فهذا العسل غير ناضج ولا يمكن جنيه. أما إذا تشبث العسل في العيون السداسية ولم تنزل قطرات منه على الغطاء اللوحي فهذا العسل هو ناضج ويمكن جنيه. السؤال الذي يطرح ربما، لماذا لم يختمه النحل؟ هناك احتمالين لعدم ختم النحل لهذا الإطار وهو ناضج. الأول أن الموسم انتهى والعيون السداسية لم تملأ للآخر بالرحيق. الاحتمال الثاني أن النحل بدأ يغذي، أو النحل يعني بدأ يتغذى، النحل الطائر بدأ يتغذى على العسل ويغذي به اليرقات أيضا، لأن الموسم انتهى، بماذا سيغذي اليرقات ويتغذى هو؟ بدأ فيه ولذلك لن يتم ختمها. تنبيه إخوتي الكرام، الغطاء اللوحي الذي تنفضون عليه الإطار، فعندما تتم تغطية الخلية تكون تلك القطرات من العسل من الداخل حتى يلعقها النحل ولا تكون من الخارج، فستجلب النحل السارق والنمل والحشرات الأخرى، وقد تتسبب في مشاكل لتلك الخلية. كان الله معكم وإلى اللقاء.